وصلنا لفقرتنا المساحة الطبية. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا شائع وهو موضوع الجنف، فهو خلينا نقول حالة بتصيب العمود الفقري ميلان بشكل نسبي، ولكن هذا الميلان بيسبب خلينا نقول آثار نفسية وجسدية على الشخص، وممكن هيك يعمل له حالات نفسية خاصة إذا كان بعمر الشباب. اليوم نحن بشهر حزيران، الشهر السادس، هو شهر التوعية بهي الحالة، ورح نسلط عليها الضوء أكثر لنعرف أسبابها وغير من المعلومات يا تماما يا رشا. اليوم رح نتعرف أكثر على تأثيراته والطرق المتاحة للعلاج وأيضا الدعم مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو ريم قبة، ماجستير معلوماتية حيوية حول الجنف المجهول السبب، والماستر العالمي من المعهد العلمي الإيطالي للجنف وتشوهات العمود الفقري، وكذلك رئيسة قسم المعالجة الفيزيائية في مشفى المجتهد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح كل المشاهدين. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. هذا الموضوع يعني خلينا نقول حالة غير مستحبة عند الأشخاص يعني، وموجود عم نشوفه بكل الأعمار. خلينا نعرف عليه بشكل طبي، شو هو الجنف وهل اليوم هو له أكثر من نوع أو لا نوع واحد؟ حقيقة الجنف هو تشوه 3D بيصيب العمود الفقري والجذع بكل المستويات التشريحية لجسم الإنسان. هلا بالصورة الشعاعية بيتعرف كجنف لما بيكون الميلان الجانبي أكثر أو يساوي 10 درجات مع دوران بالفقرات. ما في وقاية من الجنف، لأنه الجنف هو مرض حقيقي متعدد العوامل، يعني الأهل ما كان فيهم يعملوا شيء أو يتجنبوا شيء لحتى ما يصير مع الطفل جنف، بالمقابل كمان ما عملوا شيء لحتى صار مع الطفل جنف. حقيقة كمان لا شفاء من الجنف، لأنه طبيعة الجنف هو كمرض مترقي، مترقي يعني بيزيد مع الوقت، لهيك مرات بنقول إنه الوقت هو البعد الرابع من أبعاد الجنف. هلا هي الزيادة بتفرق بين مرحلة ما قبل النضج الهيكلي وبين مرحلة ما بعد النضج الهيكلي. بمرحلة قبل النضج الهيكلي بتكون هي الزيادة شهرية بين ربع درجة لدرجتين بالشهر. بمرحلة ما بعد النضج الهيكلي بتصير هي الزيادة سنوية، يعني بين ربع درجة لدرجتين بالسنة. طب خلينا نروح شوي لنحكي عن أسباب، إذا في أسباب بالفعل معروفة وهل يمكن الوقاية اليوم من هذا الشيء؟ حقيقة الجنف له أنواع. هلأ تحديد النوع هو تشخيص الطبيب المختص بالعمود فينا نقول الفقري. هذا السبب بيحتاج الطبيب مرات لإجراءات تشخيصية تفريقية مثل الرنين المغناطيسي الطبقي المحوري لحتى نحدد نوع الجنف. ففي أنواع للجنف بحسب المسببات. نسبة الجنف العامة هي 2-3%، يعني كل 40 شخص ممكن يكون في شخص على الأقل مصاب بالجنف. بالنسبة لأنواع الجنف، في جنف مجهول السبب. هلأ هو ما هو مجهول السبب، إنه غير معروف السبب، هو ممكن يكون متعدد العوامل، متعدد الأسباب، كتير اضطرابات بتصير بأجهزة الجسم قبل ما يبين هذا الميلان يلي منشوفه بالعمود الفقري. ونسبته حقيقة كتيرة، 80% تقريبا من حالات الجنف هي المتعدد الأسباب خلينا نقول، وبيصيب أكثر شيء الأطفال بعمر المراهقة. النوع الثاني من الجنف هو الجنف الخلقي، وبيمثل 10% من حالات الجنف. النوع الثالث هو الجنف العصبي العضلي، جنف مرتبط بالأورام، جنف مرتبط بالمتلازمات، كمان بشكله 10% الباقية من حالات الجنف. اليوم نسبة معنا قليلة، يعني عم نحكي اليوم بنسبة موجودة. ذكرتي عدة أنواع، خلينا بس نضوي أنه أكثر نوع يعني مزعج هلا او يعني حالته خلينا نقول اصعب من النوع الاخر. هلا كل يعني حسب التشخيص بده يكون العلاج، وبده يكون في هدف لهذا العلاج حقيقه. فيطول الحديث عنهم كثير، ممكن نخصص حلقه لكل نوع لحاله لحتى نحكي فيه مطولا. طيب ذكرتي حضرتك انه الاكثر الاشخاص اللي بينصابوا بهذا الشيء الاطفال بعمر المراهقه، شو السبب انه بهذا العمر بالتحديد اكثر عرضه للاصابه بالجنف؟ تماما، بعمر المراهقه
بيكون في عنا فترة تسارع بالنمو، بنسميها فترة قفزة النمو. بيكون الطفل عم ينمى بشكل متسارع، فمع هذا النمو بيكون في كتير اضطرابات وتغيرات هرمونية. في كتير نظريات حقيقة بتحكي عن هي المسببات اللي بتسبب هذا الجنف بهذا العمر. طيب اليوم إذا بدنا نروح لأحد الأسباب اللي نسألك عنها يعني على صحتها طبيا، وهي وضعيات الجلوس، يعني بنشوف دائما الأمهات بيحرصوا من طفولة أولادهم إنه لا تقعد هيك غلط، بيأثر على العمود الفقري، بيأثر على الجسد. هل اليوم فعلا وضعيات الجلوس لها تأثير سلبي وهي عم تكون سبب بهذا الموضوع؟ حقيقة الجنف هو مرض حقيقي متعدد العوامل، ما بيصير ببساطة من وضعيات جلوس خاطئة، ولكن إذا كان موجود ممكن إنه تزيده. يكون موجود بالأصل يعني ناطر اليوم عوامل أو أسباب تخليه يظهر. هلا كثير من الشائع إنه حقيبة المدرسة إلى دور بهذا الشيء، لأنه أحيانا بيكون فيها تقل، الطالب بيكتر فيها أغراض كتبه، هل هذا الشيء صحيح؟ حقيقة في توصيات بأنه شنطة المدرسة ما لازم يزيد وزنها عن 10% من وزن جسم الطفل. بفضلوا أنه نستخدم الشنطة اللي إلى كتفين وتكون مشدودة منيح على الظهر، ما يضطر الطفل أنه يحني جسمه، ما تكون كتف واحد تماماً، أنه يحني جسمه لحتى أنه يقدر يحملها، لأنه هذا الشيء ممكن يسبب للطفل إجهاد عضلي، ممكن يسبب ألم، بس هو ما بيسبب جنف. ولكن مرة تانية إذا كان موجود الجنف ممكن إنه تزيده. بس اليوم يعني للأمانة الطلاب عم يحملوا أكثر من وزنهم، وخاصة طلاب الابتدائي، يعني الطفل بيكون صف أول حامل شنتاية، أحيانا الأهل عم يضطروا يوصلوا الطالب للمدرسة كرمال تقل الشنطة على ظهره، يعني صرنا شفناها يعني كثير بالشوارع. يعني طيب خلينا نروح هيك لأساليب علاجية. دائما يعني كمعالجين فيزيائيين أي حدا له علاقة بالأعصاب والعمود الفقري بالعظام بيقول لك الرياضة، يعني اليوم حلك بالرياضة. اليوم هل السباحة هي عم تكون حل، أو خلينا نقول عم تخفف؟ هل الرياضة اليوم وتواجد الشخص اللي عنده هي الحالة بالنوادي عم يساهم بخلينا نقول بتخفيف الوضع الحالي عنده؟ هلا السباحة هي كرياضة مفيدة من ناحية نشاط فيزيائي، زيادة نشاط فيزيائي. فمرضى الجنف يلي بيحبوا السباحة أكيد فيهم يسبحوا، بس نحن بالعادة بننصح إنه ما يكون التواتر عالي وما نكون كرياضة تنافسية احترافية. علاج الجنف ما نوع علاج بسباحة، ولكن السباحة مفيدة كرياضة. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن التمارين الشائعة أو الخاطئة اليوم بالعلاجات شو هي؟ في حقيقة تمرينات علاجية بالعلاج الفيزيائي تستخدم لآلام أسفل الظهر، ولكن أظهرت أنه هي ضارة بمرضى الجنف، لأنه بيكون في بتزيد هي الروتيشن الدوران والالتواء، لأنه المريض أصلاً بيكون عم يعمل التمرين على وضعية عمود فقري خاطئة بنتيجة الجنف. أما التمرينات العلاجية المحددة اللي هي العلاج الأساسي للجنف PSSE بتحقق 3D Auto-Correction زائد Elongation، يعني إطالة ثلاثية الأبعاد وتصحيح ثلاثي الأبعاد. بنحط المريض بوضعية التصحيح ومن بعدها بنعلمه التمرين. عم شوف كنا بعض الصور لتغيرات هيكلية بنيوية موجودة عند الإنسان، ويعني عن جد حالة مؤذية يعني ومسيئة وبتأثر نفسيا على الشخص. اليوم من ضمن العلاجات خلينا نقول الأجهزة الشد، إن كان الآلي أو كان اليدوي أو بالأوزان، خبرينا عن هاي القصة أكثر. هلا في بعض الدراسات قالت إنه في تأثير سلبي لأنواع الشد على الأربطة بين الفقرات، لأنه الأربطة بين الفقرات نتيجة التورجن والروتيشن مرة تانية بتكون مانا بموضعها الصحيح. نحن بالشد عم نطبق قوة قسرية على هي الأربطة، بالتالي بيصير في زيادة عدم ثباتية بالعمود الفقري، وبالتالي زيادة الحالة سوء. بتمرينات الـ PSSE، التمرينات العلاجية المحددة الخاصة بالجنف، بيكون حقيقة في وضعيات إطالة خاصة بوضعيات أفضل للمريض.
كثير بنسمع انه الاناث البنات اكثر عرضه بالجنف اكثر من الذكور، شو السبب هي انه اليوم البنات هن بيتعرضوا لهذا الشيء اكثر من الصبيان؟ حقيقة الدراسات كثيرة عن هذا الموضوع، طلعوا بكثير نظريات عن آليات أو مسببات حدوث الجنف، ما قدروا يوصلوا لسبب واحد أو مجموعة أسباب واضحة لهذا الموضوع، فما حدا بيعرف لليوم إنه ليش هذا الموضوع موجود. طيب خلينا نرجع شوي للطرق العلاجية ونحكي اليوم عن المعالجة الفيزياية ودورها بهي الحالة، كيف عم بيكون، كيف عم تكون الكورسات، هل عم يكون في نتائج سريعة؟ اليوم المريض ما له صبر، هاي المشكلة، يعني بيكون متشجع أول فترة، بعد فترة أنت بتدقي له يعني عندك موعد. حقيقة علاج الجنف بيتطلب فريق طبي متعدد التخصصات، بيبدأ من الطبيب المختص بالعمود الفقري، بالفريق لازم يكون موجود معالج فيزيائي مختص بالتمرينات العلاجية المحددة الـ PSSE. هن حقيقة عالمياً 8 مدارس بتعلم هاي التقنيات، والمعالج لازم يكون خاضع لكورس تخصصي بإحدى هاي المدارس، ولما يخضع لها بينزل اسمه على موقع المدرسة إنه هو ممارس لهي التقنية. بنحتاج كمان بالفريق لأخصائي مقومات، لازم يكون مرخص، لازم يكون عنده المرجعية الأكاديمية العلمية، بالإضافة لأنه بنحتاج لأخصائي تغذية وأخصائي نفسي. حقيقة لازم يكون هذا الفريق على نفس الصفحة، نفس مرجع المعلومة العلمية، وعلى تواصل تشاركية اليوم دائم ومستمر بين بعضه بكل المراحل العلاجية. وحقيقة في ركائز لنجاح الخطة العلاجية، أول ركيزة وهي الأهم هي التشخيص الجيد من الطبيب، يعني ممكن يحتاج بعض التشخيصات التفريقية لحتى يشخص لنا الجنف. الركيزة الثانية هي من قبل أخصائي العلاج المحافظ اللي هو بيحدد نوع المنحنى وبقيمه، وهذا بيحتاج كتير دراسات وقيم وبارامترات وقياسات سريرية وشعاعية، تندرس الحالة وبعدين بتقيم نوع المنحنى ونمطه، وبعدين بتوجه للخطة العلاجية المناسبة لمريضه. نحن كأخصائيين علاج محافظ ما بنطلب صورة شعاعية، نحن ممكن ننصح بالصورة أو بطريقة الصورة الأفضل يلي بتفيدنا بالتقييم، يلي هي عادة بتكون صورة جانبية وصورة أمامية خلفية للعمود الفقري كامل مع الحوض ومفصلي الورك. الركيزة الثالثة من الخطة العلاجية وهي ما أقل أهمية، إنه نشرح للأهل الإجراءات التشخيصية والأهداف العلاجية. حقيقة قلنا إنه الجنف ما في منه شفاء، ولكن العلاج المحافظ ممكن يكون له أهداف طبعاً بحسب حالة كل مريض. كل مريض بالنسبة لنا هو حدا مميز، ما منعامل أي مريض مثل الثاني حتى لو كانت الزاوية نفسها أو العمر نفسه. ممكن بالعلاج المحافظ نحاول إنه نتفادى العمل الجراحي أو نأخره، ممكن نحاول إنه نوقف أو نبطئ تقدم المنحنى، ممكن نحاول نحسن الحالة الجمالية، نحاول نحسن جودة الحياة، نحاول نمنع الإعاقة والتشوه اللي ممكن يصير بالمستقبل، ولكن أخصائي العلاج المحافظ اللي أكيد بيقدر يضمنه هو المرجعية العلمية الأكاديمية للخطة العلاجية اللي عم يقدمها للمريض. طب ذكرتي حضرتك أنه بضمن خطة العلاج لازم يكون في أخصائي نفسي، أكيد يعني الدور النفسي كتير بيلعب دور بأي العامل النفسي بأي مرض. اليوم ذكرتي كمان العامل الغذائي، اليوم بكل مرحلة يمكن من المراحل مثل ما ذكرنا العامل النفسي هذا أهم شيء، أنه يتخطى المريض بأي مرض بس تكون نفسيته منيحة يتخطى، لأنه بيقولوا 3/4 المرض هو الوهم. أكيد كمان في حالات تتعرض للتنمر بهي الحالة. ذكرتي العامل الغذائي، وضحي لنا ليش العامل الغذائي وأهميته اليوم لعلاج الجنف.
هلا دائما ننصح المرضى مرضى الجنف بالغذاء الصحي الغني بالكالسيوم وفيتامين دي، ولكن التغذية لحالها هي حقيقة اختصاص، وفي اختصاصات اليوم جديدة بالتغذية، وبنتمنى حدا انه يكون مختص بالجنف لحتى يشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع. طيب كنا عم نحكي عن خطة العلاج، واليوم انه حضرتكم بتشاركية بعدة اختصاصات كرمال تحاولوا توقفوا الحالة او تمنعوا تطورها. اليوم بداية خليني اسألك، هل نحن رايحين بهي الحالة لشفاء تام؟ هل في شفاء تام من هاي الحالة؟ حقيقة الجنف هو مرض مترقي، بطبيعته بيزيد مع الوقت، فهو ما في شفاء من الجنف. ممكن انه فينا نخفف، فينا نحاول بقدر الممكن انه نحسن له جودة حياته. حكينا عن الاهداف العلاجية كلياتها مهمة، الناحية الجمالية اللي قلنا انه بتأثر على الحالة النفسية خاصة بعمر المراهقة، نحاول نتفادى او نبطئ العمل الجراحي. حقيقة اليوم نحن بمريض الجنف عم نصبح ضد التيار. طيب اليوم بس بدي اسألك، انه هل الشخص اللي عنده هاي الحالة هو المفروض يضل على متابعة معكم كل عمره، او لا في مرحله بتوقفوا فيها انه يعني هي اقصى شيء نحن قادرين نقدمه لحضرتك؟ الحقيقه نحن كنت عم بحكي قبل شوي انه نحن عم نصبح ضد التيار، فنحن اذا ضلينا واقفين بمكاننا فهو لحاله انجاز عظيم. حقيقه كثير مهم الزيارات الدوريه اكيد للمريض، لانه حتى في توصيات من SRS وسوسورت بتقليل التعرض للاشعه. يعني مو كل ما اجى على بالي شوف شو صار معي بروح بعمل صوره، لا، حصرا الصوره تطلب عن طريق الطبيب الاختصاصي بالعمود الفقري، وممكن يكون بالعاده تواتر هي الصور شعاعيه. طبعا كل مريض بحسب عمره قديش باقي من نموه بتختلف، بس غالبا او بشكل عام فينا نقول انه بين كل 6 شهور ل 8 شهور بيكون تواتر هي الصوره الشعاعيه. لهيك مهم الزيارات الدوريه للفريق الطبي المشرف على الحاله، لانه في كثير علامات سريريه ممكن انه تخبرنا بانه نحن لازم نعمل صوره شعاعيه او لا. طب ذكرتي انه علاج نهائي وتام ما في ممكن يتخفف من حده هذا الجنف، لكن هل عامل الوقت اليوم له دور؟ يعني في حال تم اكتشاف الجنف بوقت مبكر او رحنا للعلاج مباشره بعد اكتشافه، هل هذا الشيء بيساعد بمرحله الشفاء او العلاج بطريقه اسرع؟ طبعا الوقت هو البعد الرابع من ابعاد الجنف، لانه هو مرض مترقي يعني بيزيد مع الوقت. الأهمية هون بتكمن بالاكتشاف المبكر. كل ما كان اكتشفنا المرض على بكير أكثر، كل ما كان حلول الخيارات العلاجية بتكون أريح للمريض. طيب خليني أسألك، اليوم إذا الشخص عنده هاي الحالة وهو مهمل، يعني بطبعه هو مهمل وما كان في متابعة لا طبيا ولا عند أخصائيين، خلينا نروح يعني لأخطر حالة ممكن تصل حالة الجنف، شو هي؟ حقيقة هذا يعني بتصنف، نرجع لتصنيفات الجنف ولكن بحسب الزاوية. في عنا الجنف الخفيف بين 0 إلى 10 درجات أو بين 10 إلى 20 درجة، خلينا نقول. في عنا الجنف المتوسط بين 20 و45 درجة، وفي عنا الجنف الشديد بين 45-50 أو أكثر من 50 درجة. فحقيقة كل شيء في له خطة علاجية مناسبة. طبعا في كتير تقييمات غير الزاوية، هي زاوية الجنف هي أبسط شيء ممكن نطلع عليه بتقييم حالة الجنف ونحط خطتنا العلاجية له. ممكن يوصل المريض للجراحة بتقييمات كثير. هلا ممكن ما يكون مهمل، ممكن انه المشكله انه نحن ما فينا نضمن شيء بالجنف، كل شيء عم نعمله هو عباره عن محاولات بدون ضمانات او وعود. في مفاجآت بالقصه، هو مرض مترقي، فنحن عم نحاول نقلل خسائر قدر الامكان، بس ما بنضمن انه نقللها حقيقه. طيب ريم، اليوم في علاقه بين الولاده والانجاب والجنف؟ هل في علاقه بيناتهم؟ حقيقة مريضات الجنف بيعانوا من أعراض الحمل مثلهم مثل باقي النساء الغير مصابات بالجنف.
الجنف ما بيأثر على قدرة الرحم على احتضان الجنين. بالنسبة للولادة الطبيعية، مريضات الجنف اللي خضعوا لعمليات تثبيت فقرات سابقا بيقدروا انه يولدوا ولادة طبيعية، حتى لقوا انه نسبة العمليات القيصرية عند مريضات الجنف مشابهة للنسبة العامة. طيب سريعا ستريم، كونه نحن اليوم بشهر التوعية بمرضى لمرضى الجنف، اليوم شو رسالتك لإلهم عبر الإخبارية؟ حابة لكم أنه الجنف ما أنا كل القصة، الجنف هو جزء من قصة حياتك، لا توقفي عنده. أنت إنسانة مميزة عن باقي النسخ البشرية. حابة لكم أنه الجنف ما أنا قفص، البريز الجهاز ما أنا قفص، التمارين ما أنا قيود، هي جزء من نمط حياة أنت رح تعيشيها كاملة. أنت إنسانة كاملة بكل الأبعاد، عيشي، انبسطي، ادرسي، انجحي، فرحي، روحي نشاطات اجتماعية، مارسي الرياضة يلي بتحبيها، فردي جناحاتك وطيري حدودك سما. أكيد بالختام نتشكر حضورك معنا للمعلومات اللي قدمتي، وأكيد بنتمنى السلامة للجميع. شكرا لك. أنا بتشكركم، بتشكر فريق الإخبارية السورية حقيقة على مواكبتها للتطورات الصحية والطبيه بشكل خاص. برنامج صباحنا غير، الفريق كله، انا شكرا لك ستريم، وبشكر اداره هذا البرنامج لمواكبتكم للشهر العالمي للتوعيه بالجنف، وحقيقه هذا شيء مهم لانه حيصير فعاليات بعدين خاصه بهي التوعيه. رح اتشكرهم مسبقا على كل الاشخاص اللي ساهموا عم يحضروا لهي الفعاليات. اكيد اليوم واجبنا اعلاميا نكون متواجدين بالاضاءه بهيك الشهر يعني، ودائما نقول نحن اليوم التعايش مع أي حالة بحياتنا يمكن هي خلينا نقول سبب الحياة، حياة أي شخص فينا. شكرا ستريم لحضرتك، وأهلا وسهلا فيكي. ميرسي لكم.